المخاطر اللي احنا بنواجهها، وكل ما قدرنا نوصل التحديات اللي احنا بنواجهها بسرعة، كل ما الأمور كانت أسرع في المواجهة، وكان تحديد الهدف واضح، وكان القرار صريح ولازم ينفذ، عشان كلنا نبقى عارفين احنا بنتحرك. لأنها فكرة سهلة وفكرة بسيطة، والاتجاه للهدم شيء سهل والاتهام شيء سهل. وانا قلت قبل كده ان المنتج الوحيد في مصر دلوقتي هو الاتهام بالفساد، الاتهام بالفساد. فاحنا مش هنضيع حياتنا كلها نتهم الناس بالفساد ولا نصنع بكره. بكره ده اللي ممكن ما نلاقيش فيه لا رغيف ولا انبوبه بوتاجاز ولا لمبه كهرباء تنور ولا نقطه ميه تنزل من الحنفيه ولا دواء ينزل ولا 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 اي حاجه. يبقى الناس بتتكلم على بكره، هي عايزه من المحافظ اللي جه او الجهاز التنفيذي ايه لبكره؟ ما هو اتهام لاجهزته؟ البلد مش هتستهلك وقتها فيه، ولما استهلكته خسرت. لما ضيعنا وقتنا في اننا طول الوقت بنكعبل نفسنا في ان فلان متهم وعلان متهم بكافه الورق، هحوله وانا قاعد قدامه للنيابة العامة والنيابة الإدارية وكافة الأماكن. أنا لست محقق ولست وكيل نيابة ولست حكما في نفس الوقت. ولن أكتفي بمقولة واحد وأقعد أدرس وراه وأعطل مصالح الناس ومصالح البلد وأكلهم وشربهم وعيشتهم، وقبليها كيف نفكر في إيجاد فرص عمل بكرة، القنابل الموقوتة اللي إحنا مش واخدين بالنا منها. ان انا عندي 6.5 مليون موظف في دولة لا تحتاج اكتر من 1.5 مليون موظف، وكلنا بنفكر ازاي نبقى نزود ال 6.5 مليون موظف ل 10 مليون موظف، ولم نفكر في كيف نصنع فرص عمل حقيقية تشترى. ما تعلمش له حق ان احنا نفكر كيف نجيب له فرصة عمل، مش ان احنا نضيع وقتنا في ان احنا ما عندناش هذه الرفاهيه. الحقيقه ما عندناش، انا مخطوط ومنزعج من هذه الرفاهيه اللي تسمح لنا بان احنا نستهلك وقتنا وعمرنا في ما لا شيء. والنهارده مش ام كلثوم اللي بتقول ان ذا يوما لمن يفتدي مصر، لا ده احنا كلنا مفروض نقول كده. احنا مفروض كلنا نقول كده، عمل ايجاد فرص عمل، انشاء فرص عمل عشان ولادنا القوة البشرية، القوة الخطيرة اللي انت المفروض تستفيد بيها بدل ما تتركها تبقى ناقمة عن حق، عن حق. لا تبقى حاسة ان احنا بنحاول ننجح. لا مخالفة واحدة للقانون، انا راحتي عليا وكل اللي بيشتغلوا معايا، لا مخالفة واحدة، لا استثناء واحد على الاطلاق. على قد ما ربنا بيقدرني بان انا مدرك ان ده العدل وان ده الحق هعمله، ولو حصل غير كده التنبيه مطلوب، لان هبقى ما عرفتش اللي شاكك ان اللي هو عبد الخالق خد مكان مش مكانه. ايه بعد تقول لي انا فلان وفلان بقول اللي هو عبد الخالق خد مكان مش مظبوط. الاداره هنصلح لها منظومه، وحتى لو شكلناها وعملناها محتاج ان القرار يبقى واضح احنا هنشتغل في ايه وهنعمل ايه. كمان عشان ابقى خلصت الحكايه دي، اللي هيقول لك طب هات لي بس تاشيره المحافظ والامور هتمشي بيكذب عليك. المحافظ اللي هو انا اللي مسؤول عن نفسي بيكذب عليك، ومسموح لك تشتمه كمان لانه بيسيء لمنظومه. مفيش حاجه اسمها هات لي تاشيره المحافظ. بأمرت ايه؟ بأمارة ايه؟ مين اللي قال ان هو مفيش قيود بتحكمه؟ مين اللي قال انه ما عندوش هيئة اركان او مجموعة من المستشارين بيستشيرهم من السؤال الكبير في الصحة والاسكان والقانوني والمالي وفي كافة الاشياء؟ ولو هو سمح لنفسه بكده يبقى ما ينفعش. وانا مش هسمح لنفسي بكده، لا سمحت ولا هسمح. وزارة داخل مديرية التربية والتعليم في اوامر انهم يتم تصفيتهم بالسيده مديره التربيه والتعليم. قدامها شهر تصفيه، انا مش هخش في الموضوع.
اديني بقول اهو مش شاغل، ده احنا مش لاقيين ناكل يا راجل. يعني القرش اللي انا هوفر بيه وظيفه لشاب ادهن بيه المجلس المحلي، ده جرم شائك. ده لو احنا زي الصين وفي اعدام يتعمل فيه اعدام. الصين لغت الافيون بالاعدام. الصين لغت الافيون اللي هو ادمان بالاعدام. اللي ولع حاجه بتاعت الناس بتاعتنا، بالتالي خد الفلوس بدل ما تدربي في الصح تدربي في الغلط، يتحرق بجاز ملهاش اجابه ثانيه.